جميل منك أن تسعى للعيد وأن تقوم برسم السعادة لأبنائك، لكن جميل منك أن تتذكر اليتامى. يتامى ما عندهم، يعني جميل منك أن ترسم الفرحة على وجوههم. عندنا شيء اسمه كسوة عيد. شوف أنت الفرحة التي قمت برسمها على هذا الطفل وأنت لا تعلم. يعني عندك 3 عيال 4 عيال اشتريت له ملابس العيد، اجعل 5 ابنك يتيما اشتري له ملابس العيد. أيضا من حقنا في أيام العيد أبناء الشهداء، نسأل الله عز وجل أن تغمدهم بواسع الرحمة، نسأل الله عز وجل أن يمن على أبائهم بالفردوس الأعلى. أبناء الشهداء الآن واجبهم علينا أن نشعرهم نحن أبناء، نحن أباؤكم. فجميل منك هذا العيد أن تحتويه بأجمل معانيه، جميل منك العيد أن ترسم الفرحة على وجوه الأطفال. ليس العبرة أن يأتي العيد ونلبس الجديد، العبرة من غفر الله له ذنبه ومن عليه بحسنات تزيد. لا تحيا لنفسك ولا لذاتك، احيا لغيرك، حاول أن تحيا لغيرك. لهذا في يوم العيد لا تنسى الأيتام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كاتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ضم يتيما من بين المسلمين قال فأغناه، فأطعمه حتى أشبعه وأغناه، قال عليه الصلاة والسلام إلا غفرت ذنوبه البتة. شوف هذا فقط لأنك أغنيت اليتيم. لهذا من إغناء اليتيم في العيد أن تشتري له ملابس، أن تجعل له عيدية، يعني أن لا تنساه في هذا اليوم البهيج. كل عام وأنتم بخير، ونقول لكل أم كل عام وأنت بخير، ونقول لكل أب كل عام وأنتم بخير، ولكل زوجة كل عام وأنتم بخير. نحن نكمل بعضنا البعض، أمة سلام، أمة الإسلام هي أمة سلام.